أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج البلاد اليوم لهذا السبت 31 من أكتوبر 2020، ونحن على مطلع شهر جديد ومطلع ذكرى عزيزة ومطلع تاريخ عظيم أرخه وسطره أجدادنا بالأمس، وهو اليوم كذلك يعاد في كل سنة ليأتي بحركة وديناميكية جديدة. طبعا نحن غدا على ذكرى عزيزة، يا ذكرى الفاتح من نوفمبر اندلاع الثورة التحريرية، وفي نفس الوقت نحن كذلك على موعد والجزائريون كلهم على موعد للتصويت واختيار دستور، مشروع دستور جديد للجزائر. طبعا قبل الحديث عن هذا الموضوع، موضوع التحضيرات التي تسبق والاستعدادات والجاهزية للاقتراع والاستفتاء يوم غد على دستور جديد، أريد أن أعرج على الحالة الوبائية في الجزائر والتي تم تسجيلها اليوم، تسجيل حالات جديدة لفيروس كورونا وإصابات جديدة للأسف، مع طبعا حسب ما رصدته لجنة رصد ومتابعة تطور فيروس كورونا في الجزائر، حيث أعلنت عن تسجيل 8 وفيات رحمهم الله و291 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 197 حالة شفاء، وبهذا طبعا تصل الحصيلة الإجمالية في الجزائر اليوم إلى 57942 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 1964 وفاة، مع 40200 وحالة شفاء، فيما يتواجد اليوم في العناية المركزة 44 مريضا. طبعا هذه أرقام التي جاءت في من طرف اللجنة الوطنية والعلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر قبل حوالي ساعتين من الآن، هي آخر حصيلة. طبعا اليوم الرقم انخفض بشكل محسوس نوعا ما، ونتمنى أن يعاود الانخفاض في هذه الأيام باتباع كل تعاليم والبروتوكولات الصحية وكذلك البروتوكول الوقاية الذي يعرفه الجميع. أعيد الآن وأعود إلى موضوع حلقة اليوم، هو التحضيرات والاستعدادات ليوم غد، يوم الاستفتاء على مشروع تعديل دستور 2020، دستور جديد في الجزائر يقترح لغدا أو يطرح غدا إن شاء الله في مختلف ربوع الوطن للاستفتاء بنعم أو لا. وهذه بعض الأرقام المتعلقة باستفتاء هذا الفاتح من نوفمبر. طبعا تعداد الهيئة الناخبة بلغ 24,475,310 ناخبين، مراكز التصويت داخل الوطن بلغت 13,193 مركز انتخابي، هذه المراكز تضم 60,613 مكتب تصويت، مراكز التصويت خارج الوطن 43 مركزا، عدد المكاتب بها يصل إلى 356 مكتب، بينما بلغ عدد المكاتب المتنقلة 139 مكتبا، وتم تجنيد 438,000 من المؤطرين لمكاتب ومراكز التصويت، و90,000 منهم من حفاظ الأمانة تم انتقائهم من الألاف ومن ألف المتطوعين من النخبة والأساتذة، كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم كذلك سيد محمد شرفي أن السلطة مسيطرة تماما على العملية الانتخابية غدا أو عملية التصويت من حيث الإمكانات البشرية وكذلك اللوجستية لتنظيم هذه الانتخابات وتأطيرها من الناحية الصحية كذلك. طيب الآن نستضيف السيد بن نصيف مولود، هو كذلك المنسق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية الجزائر. أهلا بك السيد بن نصيف، أنت كعين ربما في يعني ولاية الجزائر، هذه أرقام وطنية بالنسبة، قبل أن نذهب إلى الأرقام الولائية يعني التي يعني أنت المسؤول عنها، الأول المسؤول عنها، بالنسبة لتأمين هذا الاستفتاء غدا، هل أنتم جاهزون بالنسبة للجاهزية؟ طبعا الرئيس قال بأنه رئيس اللجنة قال نحن جاهزون، لكن هذه الجاهزية ربما هناك من يتخوف غدا فيروس كورونا يعني يعود بشكل كبير، هناك ربما عملية انتخاب نعرف جيدا يعني هناك لمس، هناك حمل أوراق، هناك يعني بصمة، هناك توقيع، كيف سيتم التعامل غدا إن شاء الله في مراكز التصويت؟ شكرا لك سيدي، أولا بداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
ومشاهدي الكريم، كما أشكر قناتكم المفضلة يعني البلاد، وأشكر المواطن أو السامع الكريم. في الحقيقة سيدي، قبل أن أجيب على هذا السؤال، دعني أعرج أولا على أن هذه المناسبة، مناسبة الاستفتاء، وردت فيها مناسبة أخرى، أو تزامنت معها مناسبة أخرى، ألا وهي مناسبة أول نوفمبر 1954، يعني تضحيات جسام للشعب الجزائري. نتمنى إن شاء الله لهذا الدستور أن يكون دستورا أو لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة. الحقيقة بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة، وليست اللجنة الولائية، نحن الآن سلطة مستقلة وطنية، أوجدنا الحراك المبارك الذي كان ينادي بإنشاء سلطة مستقلة تسند لها مهمة الإشراف والرقابة والتنظيم للعملية الانتخابية، وهو الشيء الذي تحقق وتجسد على أرض الواقع. والحمد لله السلطة نشأت فتية، وها هي الآن تنمو شيئا فشيئا وتترعرع شيئا فشيئا، إلى أن أصبحت الآن قطبا لا يستهان به، من حيث التأطير، من حيث الإعداد، من حيث التنظيم، ومن حيث الرقابة، ومن حيث الأجهزة الإعلامية، أو إن صح التعبير طاقاتها الإعلامية والتكنولوجيا التي تفتخر بها الآن، لا سيما في إنشائها لعدة تطبيقات أساسية أصبح المواطن إليها الآن يلج إليها بكل بساطة. وأصبحت الآن يعني جميع التكنولوجيات الحديثة هي بيدها الآن، لا سيما أنها تملكت ما يسمى البطاقية الانتخابية التي لأول مرة تحوزها السلطة الوطنية المستقلة، ولم تكن موجودة من قبل. في الحقيقة السلطة الوطنية المستقلة والمندوبية الولائية للجزائر خصيصا على غرار باقي المندوبيات الأخرى، هي الآن اجتهدت، ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر ب 15 من شهر سبتمبر 2020، وهي الآن في إعداد يعني تحضيرات ومحطات أساسية، ابتداء من أولا التحضير المادي للعتاد الانتخابي والصناديق وصناديق الاقتراع، وكذا الأشياء التي هي الآن بموجبها يمكن أن يصوت هذا المواطن ويؤدي واجبها الانتخابي، مرور ببطاقة الناخب، مرور بالمراجعة الاستثنائية التي أصبحت الآن تشكل نواة هي الأخرى أساسية، وأصبح المواطن يمكن أن يسجل وهو في بيته، يلج إلى تطبيقة أساسية، بمجرد ما أن يلد فيه هذه المعلومات يمكن أن يسجل عبر هذه التطبيقة، يعني بعيدا عن تنقله إلى البلدية أو المكتب البلدي التي يقوم بتسجيله. يمكن لهذا المواطن الذي ربما أغفل اسمه، أو ربما شطب اسمه بغير وجه حق، أو وجد شخصا آخر ربما موجود وهو متوفي، يمكنه أن يحتج. يعني كل هذه المحطات مررنا بها. تطبيق إلكتروني طبعا، طبعا التطبيق الإلكتروني. بدأنا أيضا في إعداد البطاقات بالنسبة للمسجلين الجدد. يعني الآن رانا في نهاية، الآن ربما رانا في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، أين بلغ العدد الإجمالي للهيئة الناخبة لولاية الجزائر 1,980,518. هذه الفئة أو هذا الوعاء الانتخابي يمكنه أن يمارس حقه الانتخابي وحقه السياسي الذي كفله له الدستور، وكفله أيضا له القانون العضوي المنظم لعملية الانتخاب. لدينا أيضا سيدي الكريم، لدينا 655 مركز انتخابي على مستوى كافة، يعني 57 بلدية، لدينا 655 مكتب انتخابي موزع هذه المراكز سيدي الكريم. لدينا أيضا 5304 مكتب انتخابي موزع أيضا بين الذكور والإناث، لكن الذكور عدد المكاتب تاع الذكور تفوق عددا على مكتب الإناث كما هو معلوم، يعني 2302 على مستوى الإناث و 3302 على مستوى الذكور. إذن هذه الهيئة الانتخابية وهذه المراكز وهذه المكاتب هي التي ستستقطب يوم الاقتراع غدا إن شاء الله على الساعة 8 صباحا، ستستقطب عدد لا بأس به كل من هو مسجل في القائمة الانتخابية، يحق له أن يسجل، وحق له أن يلجأ إلى مكاتب الاقتراع محاملا بطاقة الناخب، يمكنه أن يصوت وأن يدلي بصوته وأن يمارس حقه السياسي الذي كفله له الدستور، كفلته له القوانين العضوية.
لكن دعني أقول لك سيدي الكريم بأن التطبيقات التي الآن حملتها السلطة الوطنية المستقلة جعلت المواطن الآن ربما تسهل له عملية التصويت. ربما الصعوبة التي كانت موجودة من قبل في الانتخابات السابقة في 2017، الانتخابات الشرعية أو الانتخابات البلدية أو الرئاسية السابقة، الآن السلطة يعني أصبحت الآن المواطن يمكن أن يلجا إليها. اليوم سيدي فقط ربما هناك تطبيقات جديدة صدرت عن السلطة الوطنية المستقلة، اللي هي ربما الإنسان الذي لا يعرف مكان التصويت أو لا يعرف مركز التصويت أو يعرف ربما إذا كان لا يعلم هل هو مسجل أو غير مسجل، يمكن بأن يلجا إلى السيت يعني الموقع الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة، يلج إليه. ما إن يسجل اسمه ومعلوماته الهوية الكاملة يمكنه أن يجد من خلال هذه التطبيقة عن طريق الإيميل، عن طريق يعني تسجيل الإيميل الخاص أو البريد الإلكتروني يعني. طبعا يجد اسمه موجود ويجد رقم المركز ورقم المكتب الذي ربما يمكن أن يصوت فيه وأن يدلي بصوته. يعني هذه تسهيلات تجعلنا يعني في منأى عن كل الصعوبات التي كانت من قبل، تجعل المواطن يعني في أريحية تامة، في مأمن في أن يلجا إلى مكتب التصويت حاملا بطاقة الناخب. نقطة أخرى سيدي ربما نضيف لك نقطة فقط يعني مهمة، اللي هي ربما الكثير من التساؤلات التي يطرحها المواطن، هل الذي لا يملك بطاقة الناخب هل يمكنه أن يصوت أم لا؟ في الحقيقة إذا كان مسجلاً في مسجل في القائمة الانتخابية لأي بلدية، البلدية التي يقيم فيها، يمكنه أن يصوت بدون حيازته على بطاقة الناخب. هذا شيء أقر به القانون العضو متعلق بالانتخابات من أجل تسهيل شريطة فقط أن يكون مسجلاً في القائمة الانتخابية. ربما الشيء الذي نقوله سيدي في هذا المقام هو أن هذه الانتخابات جاءت في ظل ظروف يعني نوعا ما جد حساسة، في ظل وباء كورونا كوفيد-19، هذا الوباء الذي تشهده الجزائر يعني على غرار باقي الولايات الأخرى، على غرار باقي الدول العالم الذي ربما يعاني مثل ما نعاني منه، لكن ربما نحن بأقل حدة. هذه الأيام نشهد تزايدا يعني مرتفع عندي هذا الوباء الذي حصد أرواح، نتمنى إن شاء الله أن يكونوا يعني في إن شاء الله أن يرحمهم الله عز وجل وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. فقدنا وعاء انتخابي كبير على غرار الوعاء الانتخابي السابق، يعني فقدنا حوالي يعني 13,000 يعني ناخب كان مسجلا وافتقدناه من خلال أنهم توفوا في هذه الجائحة. يعني وبالتالي الوعاء الانتخابي نوعا ما تراجع، ناهيك عن الذين يعني رحلوا، ناهيك عن الذين شطبوا وتم تسجيلهم في بلديات أخرى. يعني كل هذه الأشياء تجعل السلطة الوطنية المستقلة تمسك ببطاقية انتخابية، وهذه البطاقية هي التي تجعل السلطة الوطنية المستقلة متمكنة بالفعل من الهيئة الناخبة من جميع العمليات المعدة للاستفتاء لأول نوفمبر 2020. في وقت سابق كان فيه تخوف من أنه هناك بدون بطاقية للانتخابات يعني تؤكد حقيقة تسجيل شخص في بلدية واحدة، هناك فيه تكرار، كان فيه تكرار للأسماء في بعض الأحيان، لا سيما بين بعض الجهات خاصة السياسية عندما تكون انتخابات سياسية يعني استحقاق سواء تشريعية أو يعني حتى تضاعف ربما تزوير بطريقة منغمة وصعبة. هل أن يمكن أن يطمئن الجزائري أن اسمه موجود في بطاقة في قائمة واحدة؟ أكيد سيدي، هذه الممارسات التي كانت من قبل الآن لم تعد موجودة في ظل كما قلت لك في ظل وجود يعني أساتذة من نوع الرفيع، هم في على مستوى الإعلام الآلي وعلى مستوى التكنولوجيا هم متواجدين الآن على مستوى السلطة، فريق السلطة يعني الذي تسخر به الكفاءات العلمية والثقافية من محامين، من قضاة، من مهندسين في الإعلام. هؤلاء جميعا جعلوا هناك تطبيق على مستوى اللجنة البلدية الانتخابية، هي نقطة أساسية عنه في، لكن بعد فاصل قصير نحتفظ بهذه الفكرة. سوف نتحدث مشاهدينا عن هذا التطبيق الموجود على مستوى البلديات لكن بعد فاصل قصير.
عدنا مشاهدينا من جديد في هذا الجزء الثاني المخصص لبرنامج البلاد اليوم. اليوم الحديث عن الحدث، والحدث يفرض نفسه دائما، وهو الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لعام 2020. طبعا غدا الفتح من نوفمبر، يتزامن مع ذكرى الفتح من نوفمبر، ذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية، وكذلك هو يوم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الجزائر، الدستور 2020. معي السيد مولود بن ناصف، هو المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أهلا بك مرة ثانية. توقفنا في الجزء الأول عن الحديث عن التطبيقات موجودة، والتطبيق موجود على مستوى البلديات. ما هو هذا التطبيق وما وظيفته؟ في الحقيقة سيدي الكريم، أن التطبيق التي عملت بها والتي تم يعني تفعيلها في بداية الأمر، هي لما المواطن يأتي للتسجيل لما يبلغ سن 18 سنة بموجب نص المادة الثالثة من القانون العضو المتعلق بنظام الانتخابات، كل من بلغ سن 18 سنة وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يكن محجور عليه أو لم يكن معتوه أو سفيه أو ذو غفلة، يحق له أن يسجل في 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 في, في في البطاقة الانتخابية. هل يسجل تلقائيا؟ لا يسجل حينما يطلب، يعني التلقائية هذه يعني هي واجب على المواطن، حتى أن القانون قال واجب من حقي، أو هو تدخل في إطار الواجبات الممنوحة للمواطن، وبالتالي هذا المواطن لا يمكن تسجيله يعني. لكن هذه إن شاء الله ربما ستتحقق آنيا في المستقبل القريب إن شاء الله لما يتعدى القانون العضو المتعلق بالانتخابات. لكن الآن هي تتكلم على الوجوبية، لأنه تدخل في إطار الالتزامات التي تقع على الأشخاص البالغين سن 18 سنة. هذا الأمر يسري على الأشخاص الذين بلغوا سن 18 سنة، يسري أيضا على الذين تم رفع إغفالهم، لأنه كان هناك أشخاص تم إغفالهم القانون منعهم أو حرمهم من ممارسة الحقوق السياسية بموجب أحكام جزائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة اللي هي المحاكم أو المجالس القضائية، التي ربما قد تعاقب الأشخاص بالعقوبة بعقوبة جزائية، وأيضا هناك عقوبة سياسية اللي هي المنع من الممارسة الحق الانتخاب لمدة من سنة إلى 5 سنوات. وبالتالي هؤلاء لما يستنفذوا العقوبة تحهم بإمكانهم أن ترفع عنهم هذا العقاب ويرفع عنهم هذا الإغفال، وبالتالي يحق لهم أن يسجلوا مرة أخرى. وكان أيضا الأشخاص الذين ربما يتم شطبهم أيضا بالنسبة للمحجور عليهم أو المحجوز عليهم، شخص مثلا محجوز عليه أو محجور عليه، أو أشخاص الذين تم إصدار حكم الإفلاس في حقهم، هؤلاء أيضا لما يرفع عنهم هذه الأشياء يمكنهم أن يعيدوا تسجيلهم من جديد، وبالتالي يرفع هذا الإغفال. بالنسبة لي نقطة أخرى اللي هي هذا التسجيل، هذا اللي ذكرته من قبل، هناك تطبيقة أساسية لما يجي المواطن يسجل في مكتب المراجعة الانتخابية ويقدم وثائق الهوية نتاعو ويبلغ 18 سنة، هناك تطبيقة أساسية لما يمنح لها الاسم واللقب والهوية الكاملة، تكتشف من تلقاء نفسها بأن هذا الشخص هل هو مسجل أم غير مسجل، هل يحمل رقم تسجيل يعني سبق له أن سجل أم لا، لم يسجل لأول مرة، وبالتالي هذه التطبيقة تعلم الشخص القائم على هذه العملية بأن هذا الشخص هو مسجل في بلدية أخرى في ولاية أخرى أم غير مسجل. إذا كان مسجل وقدم شهادة الشطب من بلدية التي كان يقيم فيها وتم ترحيله إلى بلدية أخرى، في هذه الحالة هناك إجراءات خاصة، يجيب شهادة الشطب من البلدية التي كان يقوم فيها. بالنسبة للشطب التلقائي، نعم. يعني يمكن شطبه تلقائيا؟ الشطب التلقائي هو في الحقيقة الشطب التلقائي هو لما مثلا لما شخص يتوفى، لما مثلا هذه الحالات التي بالنسبة لشخص غير مقر سكنه، يعني مقر إقامته، هي من المفروض البلدية الإقامة تعلم بلدية التي تم تشطيبه منها، مثلا البلدية التي تم ترحيله منها تعلم البلدية التي تم يعني ترحيله إليها، والمثل البلدية التي أصبح يقيم فيها، هي من المفروض هناك يعني تواصل بين البلديات. وحتى طبعا أن اليوم بطاقة الإقامة يعني نعم بطاقة الإقامة أصبحت إلكترونية، هذه يعني من جهة بطاقية الإقامة. نعم بطاقية. وهناك نقطة أخرى بالنسبة حتى للوفيات، الوفيات الذين يتوفون في بلدية مثلا في غير البلدية التي يقيمون فيها، من المفروض أمين البلدية أو أمين اللجنة البلدية التي توفى فيها هذا الشخص يعلم أمين اللجنة التي تم يعني أن يقيم هذا الشخص. هذا من المفروض، لكن ما نعم. هي الإجراءات المعمول بها من قبل السلطة المستقلة للانتخابات حتى تضمن حقوق كل يعني سواء الناخب والمنتخب؟ هذه التطبيقة سمحت الآن باكتشاف عدد كبير لا بأس به من المتوفين
كانوا عالقين بهذه القائمة الانتخابية وتم شطبهم تلقائيا، لأن هذه التطبيقات سمحت لنا بتنقية وتطهير هذا الجدول الانتخابي من كل أولا من كل أحكام الذين الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بعقوبة سلبة الحرية، بالنسبة للأشخاص المتوفين ولم يتم إعلامهم الإعلام سواء من طرف الأقارب الذين يمكنهم التنقل للبلدية وإعلام مصالح البلدية بشهادة الوفاة، أو بالنسبة للجهات التي تم الوفاة، ممكن شخص مثلا يسكن هنا وتوفى في فرنسا مثلا لا قدر الله أو توفى في منطقة أخرى، من المفروض مصالح الحالة المدنية المتوفى مكان الوفاة تعلم مكان الإقامة أو مكان الشخص الذي ولد، وبالتالي هذه المصالح يعني ينبغي تفعيلها من جديد. وحبيت شيء نذكره أيضا هو أن التسجيل هذا يعني التسجيل الجديد أو التطبيق التي عملتها السلطة الوطنية المستقلة اللي هي من خلالها دخل هناك يعني أشخاص مواطنين جدد جامعيين أساتذة شباب إلى غير ذلك لهذه التطبيقة، وأصبحوا الآن مؤطرين في المراكز والمكاتب الانتخابية، وسماهم المشرع أو سمتهم السلطة الوطنية حفاظ الأمانة، لأنه بالفعل هم من يحفظون هذه الأمانة لأنهم يسهرون على حماية الصوت الانتخابي من كل تزوير ومن كل تشويه ومن كل تزييف، وبالتالي يمكننا أن في هذه الحالة أن نحفظ صوت الناخب ونحفظ العملية الانتخابية برمتها من أي مساس قد يشوبها أو من أي عالق، يعني قبل وبعد، قبل أثناء العملية أثناء مرحلة الانتخابية يعني أثناء المراجعة وأثناء المراجعة ويعني مرور بالعملية، حتى أن السلطة تسهر سيدي الكريم على الحملة الانتخابية على عدم تشويه الحملة الانتخابية التي قام بها كل من هم لهم مصلحة أو لهم باع في هذه، سواء كان يعني أحزاب سياسية أو مجتمع مدني، وهناك أطر قانونية صح التعبير أو خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بالنسبة للأحزاب السياسية، وهناك قيود حمراء يعني السلطة فرضت على هؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل يعني أن يبقى هؤلاء الذين هم بصدد الحملة الانتخابية في الإطار القانوني وفي الإطار الذي جاءوا لأجله، إذا كانت حملة تاع الدستور تبقى في إطار حملة تاع الدستور، إذا كان في إطار حملة انتخابية للأشخاص الذين هم بصدد ترشح أنفسهم أيضا تبقى، ولا ينبغي أن تزيغ هذه الحملة الانتخابية وأن تسير في فلك آخر. أريد إذن نقول لك شيء نقطة برك سيدي الكريم، هناك 40,403 مؤطر الآن على مستوى ولاية الجزائر، هذا العدد مهم جدا، 40,403 يعني مؤطر سواء كانوا على مستوى مراكز الانتخابية أو كانوا على مستوى مكاتب الانتخابية، ولما نقصد بالمكتب نقصد به رئيس المكتب، نقصد به نائب رئيس المكتب، نقصد به الكاتب، ونقصد به المساعدين اثنين، وهناك أيضا اثنين احتياطيين يبقون على مدار تلك الانتخاب، ربما قد يغيب شخص أو لا قدر الله حادث. هذا الذي أريد أن أتحدث عنه، ربما مهم جدا كذلك حفظ الجانب الوقائي البروتوكول الصحي. تحدثتم أنتم كسلطة عليا ومستقلة للانتخابات في الجزائر عن توفير شروط صحية وبروتوكولات صحية تضمن عدم مساس أي مواطن إن شاء الله بفيروس كورونا وانتقال العدوى من شخص لآخر إن كان شخص من الأشخاص مصاب. ما هي هذه البروتوكولات؟ يريد أن يعرف الآن المواطن أو الناخب الجزائري الذي سيخرج غدا للتصويت أن يعرف كيف سيمر بهذه العملية ويعود للبيت سليما، يعني بدون حمله لهذا الفيروس لا قدر الله، علما أنه المئات يعني من الأشخاص سيلتقي المئات في مكتب تصويت واحد، قد يمر عدد عشرات من الأشخاص نفس المحبرة، هل هناك قلم، هل هناك يعني سجل؟ هذا الذي أريد أن تشرحه لنا. شكرا على هذا السؤال الجيد الذي هو ربما يدخل في صميمي وصلب اهتمامات السلطة الوطنية المستقلة منذ يعني دخول وباء كورونا، هذا الوباء الذي ربما لم يستثني شيئا، لم يستثني أي مؤسسة، وبالتالي السلطة الوطنية المستقلة أخذت على عاتقها هذه التدابير الاحترازية وأنشأت لهذا الغرض بروتوكول خاص. هذا البروتوكول الخاص من إعداد السلطة الوطنية المستقلة بما تزخر به من كفاءة عليا، من كفاءة جعلت هذا البروتوكول يعني يصادق عليه من قبل رئيس السلطة من جهة، ومن قبل أيضا وزير الصحة والقائمين على الصحة في هذا البلد. إذن هذا البروتوكول الصحي بدأ حيز التنفيذ ابتداء من المراجعة الاستثنائية، يعني بدأ من يوم
أن يمكن أن يسجل المواطن نفسه إذا بلغ 18 سنة؟ ما هي التدابير الاحترازية التي يمكن تطبيقها من أجل تسجيل آمن، تسجيل مستقر بعيدا عن كل مرض، بعيدا عن كل عدوى إلى غير ذلك؟ هذا من جهة. من جهة أخرى يوم الاحتجاجات أيضا هناك ورقة وبطاقة تقنية أيضا شهدتها، يعني شهدها البروتوكول الصحي، تجديد هذا البروتوكول الصحي. نقطة أخرى اللي هو يوم الاقتراع لربما ساعات قليلة تفصلنا عن هذا العرس أو هذا اليوم الانتخابي الذي إن شاء الله ستظهر فيه جزائر جديدة. في الحقيقة سيدي ربما البروتوكول الصحي سينال حصة الأسد في هذا اليوم، لأنه نعتقد أن فيه إقبال كبير للمواطنين الذين سيأتون للإدلاء بأصواتهم، لكن كيف يتم تسديد هذا البروتوكول الصحي؟ السلطة الوطنية المستقلة طبقت لهذا الغرض يعني طريقة وآلية جديدة من أجل حماية المواطن الذي يلجأ إلى صندوق الاقتراع، وحماية أيضا الناخب، وحماية أيضا المؤطر والمكتب. لكن أريد الآن عملية. نعم كيف عملية بسرعة أن الوقت يداهم. هناك السلطة الوطنية وفرت لهذا الغرض عدد لا بأس به، اقتنينا يعني كل ولاية اقتنت عدد لا بأس به، وتم توزيعه على مستوى البلديات، المندوبيات البلدية، الامتدادات السلطة الوطنية المستقلة. من سيشرف على البروتوكول؟ السلطة هي السلطة الوطنية. هناك أشخاص من مديرية الصحة. شوف سيدي، هي السلطة الوطنية المستقلة، لأنه هذا البروتوكول هي من إعداد هذا البروتوكول، هي صاحبة هذا البروتوكول الصحي، لكن أدمجت هناك أطباء سيتكفلون بهذه العملية ووزعت. يعني هناك استعانة بأطباء. استعانة طبعا على مستخدمين للصحة يعملون، لأن السلطة فيها أطباء، فيها خيرة الأطباء المتواجدين على مستوى، وهم من صنعوا هذا البروتوكول الصحي. هذا البروتوكول الصحي المواطن إلى مركز الاقتراع. نعم. ستقاس حرارته؟ هل أول القياس الحرارة تم استبعاده لأنه ربما ليس فعال، لا يعد فعال، لكن فقط هناك ما يسمى بالكمامات. بداية أولا تسليم الكمامات للوافدين إلى مركز الاقتراع، ثم بعد ذلك يتم توجيهه من طرف رئيس المركز ومساعديه الأربع، يتم توجيهه إلى مكتب الاقتراع. أين يجد في مدخل مكتب الاقتراع؟ يجد التعقيم يعني تعقيم يده والدخول الولوج. هناك أيضا ما يسمى بشارات التي وضعت في الطريق، يعني هناك شارات وضعت للدخول. نعم. وهناك شارات وضعت للخروج. حتى الدخول من بداية المكتب الذي يسمح فيه أول لمنح هويته ومنح أيضا حتى بطاقة الناخب، الذي لا يسمح فيها للمؤطر أو للرئيس المكتب بربما لمس هذه البطاقة، ينبغي أن يراها بالعلم والجرادة وهي بعيدة عنه. نعم. كل البعد. ثم بعد ذلك حينما يتأكد من وجود اسمه يحمل معه أوراق التصويت والغلاف الذي أو الظرف البريدي يعني. الذي ثم بعد ذلك يلجأ إلى صندوق إلى 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 العازل الذي ربما يضع فيه الصندوق، ولكن هذه المرة تم حذف العازل الذي ربما قد يلصق فيه. نعم. هذا الميكروب أو قد يلحق أذن بالآخرين. ثم بعد ذلك يخرج إلى الصندوق، ثم بعد ذلك يضع ورقته، ثم بعدها نعم بعد ظهور البرقة يأتي لوضع بصمته قبالة اسمه، لأن هناك سجل يسمى سجل توقيعات. سجل توقيعات يجد مكان، هناك مكان مخصص لوضع بصمته قبل أن يضع أصبعه اليسرى، السبابة اليسرى في هذا الحبر الفوسفوري. أولا يعقم يده، هناك مناديل يعني كما نقول احنا معقمة، ثم بعد ذلك بعد الإنهاء وبعد وضع البصمة على قبالة اسمه يعقم يده مرة أخرى. مفهوم. ثم ينصرف بهدوء وهو آمن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد مولود بن نصف، أنت المنسق الولائي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، على كل هذه التوضيحات وهذه يعني المعلومات القيمة التي قدمتها للمواطن الجزائري. أشكرك جزيل الشكر وأستسمحك لضيق الوقت، ربما انتهى وقت البرنامج. مشاهدينا أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم.